بعد انقطاع دام 18 شهر تقريبا، وبالأمس عاد الطلبة إلى أحضان الجامعات والمدارس باشتياق. طبعا يغلف هذا الاشتياق الحرص على إكمال التعليم بالطريقة الطبيعية. نعم، وبالتأكيد لأنه مشاعر الأهم والرأي الأهم رأي الطلاب، نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا عبر سكايب صالح اليامي، وهو طالب إعلام بجامعة الملك فيصل بالإحساء. خوي صالح، صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير صالح. صباح النور أخوي عبد الإله وأختي بدور، صراحة سعيد بظهوري معكم وسعيد بظهوري على قناة الإخبارية. الله يحييك. وأنا أخوك واضح أنك في الجامعة، استغلينا فترة البريك تكون معنا على الهواء مباشرة. الله يحييك. الله، قل لنا كيف كان يومك الأول ويومك الثاني أيضا بالعودة الحضورية بعد انقطاع، يعني نتكلم على أكثر من 500 يوم. صدق صراحة ولله الحمد، شعور البهجة والسرور بعد الاشتياق، بعد الانقطاع عن قاعات التعليم وكراسي التعليم لمدة عام ونصف من التعليم عن بعد، ولله الحمد نعود إلى الجامعات ونعود إلى كلياتنا، وذلك بفضل قيادتنا الحكيمة وسمو مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد محمد بن سلمان، والجهود التي قدموها للحفاظ على صحة الإنسان، وبجهودهم ودعمهم استطعنا بالأمس أن نعود إلى جامعاتنا وأن نستمر في تعليمنا الحضوري بعد انقطاع دام عام ونصف. بصراحة شعور البهجة، شعور السرور بعد الاشتياق الذي دام عام ونصف، كانت مشاعر بالأمس جميلة جدا. التقينا بأساتذة الجامعة بعد هذا الانقطاع، وكما تعلمون جميعا أن الأصل في الدراسة هو الحضوري، ولكن قدمت جامعة الملك فيصل نموذجا مشرف خلال عام ونصف من التعليم عن بعد، وذلك بفضل عمادة التعليم عن بعد وبتوجيهات صاحب المعالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، ولكن الآن نحمد الله ونشكره على عودتنا حضوريا. صالح، بما أنك أنت الآن متواجد في الجامعة، بستغل هذا الشيء وبسألك عن الإجراءات الاحترازية المطبقة في الجامعة. بصراحة أختي بدور، الإجراءات الاحترازية المطبقة في الجامعة، أولا لا يستطيع أي شخص الدخول إلى الحرم الجامعي سواء كان زائر أو عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب إلا بعد التأكد من حالة توكلنا، وأن يكون محصن من قبل رجال الأمن في بوابات الدخول إلى الجامعة. أيضا تنتشر الملصقات التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة والملصقات التوعوية والإرشادية في جميع مرافق الجامعة من كليات ومراكز. أيضا التركيز على عدم خلع الكمامة، عدم المصافحة. أيضا أريد أن ألفت انتباهكم أختي بدور أخوي عبد الإله، أني وجدت صراحة من زملائي الطلاب في الجامعة حرص واهتمام ووعي كافي بأهمية الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي. ما شاء الله. أخوي صالح، أنت في أي مستوى؟ طبعا طالب إعلام، في أي مستوى الآن؟ صحيح صحيح، أنا طالب اتصال وإعلام في المستوى الخامس. يلا ما بقى شيء على التخرج، لأني أنصح الجامعة ما شاء الله لا يضرك يعينونك متحدث رسمي. ما شاء الله تبارك الله. الله يطول لي عمرك أخوي عبد الله، الله يسعدك. أتمنى لك التوفيق صالح، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لطالب الإعلام صالح اليامي. في أمان الله، مع السلامة. وينضم